واحدة بقى وبالراحة عشان افهم الدنيا فيها ايه. العروس اسمها ايه؟ نادين. عاش الاسامي يا ست نادين. في ايه مع يوسف؟ انا ويوسف نعرف بعض من 3 سنين وحبيته قوي، وهو كمان حبيني جدا على فكره وما يقدرش ينكر كده، وكنا عايشين مع بعض زي المتجوزين. لا زي المتجوزين ولا متجوزين؟ لا متجوزين عرفي، وانا حامل منه كمان. حامل من مين؟ من يوسف. حامل من إيه؟ حامل من يوسف؟ ايوه. طب الورقه دي دلوقتي مع مين؟ مع ماما مديحه. ماما مديحه مين؟ مامة يوسف. ماما يوسف؟ اه ليه ماما مديحه يعني. ايوه ماما مديحه. طب صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. طبعا اللي حصل ده ما رضيش ربنا ابدا. بس انا بقول لك يوسف ده عيل طيب، بس هو بيتنرفز كده على طول. بس انا بقول لك اول ما يشوف الواد ده هينخ. واد ايه؟ الواد ابنه، مش البطل ده ابنه ولا ايه؟ اه. انت دلوقتي في الكام؟ في الثالث. ماشي. انت اول ما ربنا يقومك بالسلامه وتخلفي ان شاء الله تجيبي الواد وتيجي على هنا، وانا بقول لك لو ما رضيش ياخده احنا اللي هنربيه، ده لحمنا برضه هنرميه في الشارع. لا معلش، هو بقى اللي لازم ياخده ويربيه في حضنه وغصب عنه كمان. يا ست الكل، انا بحل المشكله دلوقتي بعدين يحلها الف حلال. ماشي الكلام؟ ماشي. متشكر قوي يا استاذ. اسمي ميمي. متشكر يا استاذ ميمي. ماشي يا ستي، تعالي دلوقتي اوصلك تمشيش لوحدك، هدي عشان الدنيا تتظبط. اوكي. يلا. اخبارك ايه يا مديحه؟ طمنيني عليكي. الحمد لله يا مديحه، بنحمد ربنا. على فكره ليكي عندي اخبار حلوه. يبقى جبتي لي عنوان الراجل، صح؟ صح. الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. بس هو في مشكلة كده. خير يا مدام؟ أصله مش في مصر. أمال فين؟ في بنها. حرام عليكي يا مدام، وقعتي قلبي. أنا كنت فاكراكي هتقولي إن هو بره مصر خالص. لا أنا قصدي يعني إنه بره القاهرة، بس قلت يمكن تزعلي لما تعرفي إن المشوار بعيد عليكي. بعيد عليا؟ ده أنا بعد اللي شفته في حياتي أمشي لآخر الدنيا على كعوب رجليا بس ألاقيه، وأرتاح أنا ويوسف بقى. إن شاء الله، أنا متفائلة خير. يا رب يا مدام، يا رب. يا رب يا حبيبتي، خدي اتفضلي. متشكرة، ربنا يخليكي، ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. ايه ده؟ واخرتها ايه في ايد اهلك المرعوشة اللي كل يوم تكسر لنا بيها حاجة دي؟ ما تزعليش يا يوسف. ما زعلكش ايه؟ ما انت غلطان. لا بزعلي يا يوسف، انا هنا زي زيك بالظبط. زي زيك ايه؟ انت مجنون يالا ولا ايه؟ يوسف يوسف، عشان خاطري خلاص، عشان خاطري. امي امي نتكلم جوه. الله، هي بقت كده؟ عايز واي؟ اتفضل. انت مانعه تجيب لي واين ولا ايه؟ اخر مره شربت فيها كان شكلك وحش قوي، وبعدين احنا متفقين اكتر من مره ان انت لما تنزل من هنا ما ينفعش تنزل مش مركز عشان ما يحصلش مشاكل. يا سلام، هو ايه اللي حصل اخر مره يعني؟ كل ده عشان ضربت السكرتير الحيوان اللي واقف على باب بيتك؟ انا ما بحبش الصوت العالي. اوكي، مفيش صوت عالي، مفيش واين كمان، وقلت 100 مره التليفون يفضل مقفول طول ما انت هنا. هاي يا شيخه مجد، هنعرف نعمل له حاجة؟ أيوة ينفع، بس صاحب القطر ده دمه زفر قوي. يعني إيه؟ حباه وعشقاه؟ أه طبعا بحبه، وهو كمان بيحبني. أمال جاياني ليه؟ لا يعني هو كان بيحبني، بس فجأة قلب عليا ومبقاش طايقني. حصل حاجة بينكم؟ لا خالص. ده لازم يتعمل له عمل تقيل قوي عشان يصرف جسمه، بس العمل التقيل ده هيكلفك كتير، لأني بيحتاج بخور مخصوص وحاجات تانية غالية كتيرة قوي. اللي هتقولي عليه هدفعهولك. أنا ما باخدش حاجة ليا. أنت تروحي تجيبي طلباتك وترجعي لي تاني. وأنا أجيبها منين بس؟ لا، اتصرفي أنت بمعرفتك. يبقى تسيبي 2000 جنيه مطرح ما أنتش قاعدة، ولما يتم المراد هيبقى لنا كلام تاني أنا وأنت. 2000؟ أيوه. على اذنك شيمي، اعمل لك حاجه تشربها؟ شيمي. ها؟ ايه ده؟ سرحان في ايه ده كله؟ ده مفيش حاجه، بس موضوع الانتخابات ده شغلني حبتين. لا يا حبيبي، انت قدها وقدود. ها؟ اجيب لك حاجه؟ لا ميرسي يا حبيبتي.
انت معاكي نمرة سعيد؟ سعيد طليق غالية؟ هو في كام سعيد نعرفه؟ اه طبعا معايا. وكلمتيه من يومين ليه؟ انا علشان رامي، انت عارف انا بحبه قد ايه، وكمان كان نفسي يبقى عندي طفل زيه. هو حصل حاجة ولا ايه؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. طيب انا هقوم انام، مش هتقوم تنام؟ لا شوية بس كده، هكلم غالية اتصل بيها على الموبايل ما تردش عليا. اوكي تصبح على خير. انتي من قلبك. ايه؟ برضه مش راضي تقولي مالك؟ مفيش. ازاي مفيش؟ انت من ساعة ما جيت البازار النهارده وانت مش على بعضك. ولا انت عايز تعرف عني بقى كل اسراري وانا معرفش عنك حاجة؟ يا ستي ولا اسرار ولا حاجة. عادي. شوية كركبة كده. في البيت وفي الشغل. في الحياة كلها. طيب ما تحاول تطلع نفسك من الروتين والمود الوحش اللي انت فيه ده. اطلع نفسي من المود ازاي بقى؟ مش عارفة. هعمل أي حاجة. حاجة إيه اللي ممكن أعملها؟ أنا عملت كل حاجة خلاص. ما بقاش في حاجة جديدة. كله بقى شبه بعض. طيب مش يمكن حاسس إنك وحيد؟ أنا وحيد؟ ده أنا أعرف طوب الأرض. عندك حق. مرات كتير قوي الواحد بيبقى حواليه ناس كتير قوي بس برضه حاسس إن هو وحيد. أنا هو قدامك. وعندي بابي وابني مالين عليا حياتي. بس مش عارفة. مرات كتير قوي بحس إن أنا عايزة حد في حياتي. مش عارفة أوصلها لك إزاي. وصلالي ما تخافيش. فاهم كويس قوي اللي أنت حاسة بيه. بس هو فين بقى الحد ده؟ الناس كلها بقت وحشة. بقوا مكدبين. ولا الكلب يعني. واللي بيضحك في وشك ده ما بتبقيش عارفه بيضحك من قلبه بجد ولا ضحكه صفره والسلام. اهو ده بالظبط بقى اللي حصل بيني وبين سعيد. وده يمكن اللي خلاني اخش في علاقه تانيه بسرعه من غير ما اعرف ولا افكر اذا كان الانسان اللي قدامي ده بيحبني ولا لا. بس انا بشر وزي اي واحده ست تانيه. عارف الراجل كان معايا في الاوتيل ده يوسف كان راجل بيحبني قوي وعايز يتجوزني. كان بيعمل كل حاجة وكل تصرفاته كان بتثبت ان هو بيحبني فعلا عايز يتجوزني. بس انا اللي ما كنتش عايزة. كنت خايفة قوي من موضوع الجواز ده. قلت بقى خلي راجل في حياتي يملى عليا فراجي وخلاص. على فكرة يا غالية انت مش محتاجة تقولي الكلام ده. يمكن عندك حق. بس انا نفسي اتكلم مع حد من زمان وما لقيتش حد غيرك اثق فيه دلوقتي. تثق فيها دي حاجة أنا أعتز بيها. عارف حاجة يا يوسف؟ أنت أول واحد أثق فيه من زمان أوي. نفس الإحساس ده يفضل على طول. وأنا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني. ما تخافيش مني. مش خايفة. خد يا ميدو. ده ايه ده يا باشا؟ موتك ولو اني زعلان ما عزمتنيش على الفرح. يا باشا ما عملتش فرح ولا بتاع، انا عملت حاجه كده على الضيق. ماشي. مالك يا شكلك زعلان كده مش مبسوط؟ لا ابدا يا باشا. الجواز بقى والمسؤوليه والشغل اللي انت عارفه ده. احسن. تستاهل. ما سالتنيش. شوف احنا شغالين مع بعض بقالنا قد ايه؟ مفيش شغلانه شمال الا باخد رايك فيها. تروح تتجوز من غير ما تشورني؟ يا باشا اشورك في ايه؟ ده جواز يعني يمين، هو انت ليك في اليمين؟ مش فاكر. لا. ماشي، على العموم لو احتجت حاجة أنا أخوك الكبير. حبيبي يا باشا. أوعى تتكسف مني يا عمك. لا يا باشا. طب أمورني بقى كنت عايزني في إيه؟ مش أنا المرة دي اللي عايزك، المدام. يا نهار أبيض. ده أنا عناية للمدام. تسلم عينيك. المدام فاتحة كافيه كده في المهندسين بتتسلى. تمام. الكافيه ده في دورين
إذ فجأة الدور اللي فوق فضي، قلنا نأجره. الراجل مرضيش، زعلت أنا طبعا، أثرت أوي. طب عايز إيه يا عم؟ قالك أبيع، قلنا نشتري. شطح في السعر جامد، زعلت تاني. تاني؟ اللي أقول لميمي أعمل إيه عشان ما أزعلش تالت؟ ما تزعلش. ما تزعلش صح. طب سعادتك أنت قلت لي المبنى ده دورين مش كده؟ أيوة. نعمل إيه تاني عشان ما تزعلش؟ طب إحنا ممكن دلوقتي نجيب قرار إزالة للدور التاني. اعتبره جه. دلوقتي اللي هيطول سما الأرض هيجري عليك جاري ويقول لك اشتري مني المبنى، تقول له ماشي بس بنص السعر، هيحصل له إيه؟ هيزعل. زعلوا. طب وقرار الإزالة؟ يا باشا قرار إزالة إيه؟ اللي قدر يطلع القرار قادر يلغيه. احنا بنلعب ولا إيه يا باشا؟ بنلعب، بس بنلعب حلو. يا ريتك اتجوزت من زمان يا رايق. حبيبي يا باشا. كان شكلك حلو قوي امبارح. لا أنت الفستان كان حلو قوي، جبتيه منين؟ عارفة أنت تضرب القرار. إيه الحلاوة دي؟ جيجي عندنا. إيه الجمال ده؟ يا شيكو. حلوة بجد يعني ولا بتجمل؟ بجملك يا بنت انت، في ايه الكلام ده؟ حلوة طبعا. طب اقوم انا بقى اعمل لكم شاي. اعملي كاكاو. ماشي كاكاو. انت فين يا دي؟ ايه اللي واخدك مني؟ مفيش، انا قلت بس هسيبك يعني في الظروف اللي انت فيها يعني. بس كده؟ بس كده. في ايه يعني؟ ايه يا جيجي؟ انت مش عارف ان انت غالية عندي ولا ايه؟ بس مش حاسة. مش دي عينيك اللي انا عارفاه، انت متغير. انا لا متغير ولا اي حاجة. انا زي ما انا، مفيش اي حاجة. طب عيني في عينك كده؟ لا مفيش عيني في عينك بالكلام ده خالص. انا تعبان، انا كان المفروض اروح الشغل بس خلاص ما بقتش قادر. مش عارف اذا كنت هنزل ولا مش هنزل. وانت ايه اللي تعبك يا اخويا؟ كنت بتعمل ايه طول النهار؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده؟ دي هدية؟ دي هدية. انا كنت جايبها لك. شفت انت نسيتيني ازاي؟ دي هدية. هدية او فيها فيومكة حلوة انت فاهم؟ شفتي؟ بس انا كنت مستني الوقت المناسب. ليه انا يا دي؟ اتفضلي اتفضلي. انت مش مصدقة ليه؟ هدية. لا مصدقة، بس اصلك يعني كنت بعيد عني اليومين اللي فاتوا، حتى التليفونات بطلعها منك بالتين. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا كويس الحمد لله. اطمني خالص، اطمني. افتحها؟ افتحيها افتحيها. دي رجالي يا ديب. رجالي؟ ايوه يا اخويا رجالي. رجالي ازاي؟ ده الراجل بالعبيطه ده قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. خدي بالك، قال لي تمشي حريمي وتمشي رجالي. طب خد يا اخويا، شوف مين اللي صغرك قدامي. ايه يا بنت صغرك وكبرك والكلام الفاضي ده؟ ما تلعبلي يا بنت في ايه؟ انت عارف انا فين كويس قوي. لما تبقى تفوقي لوحدي يبقى تعالى لي يا اخويا. يا مهندس بيقول لك في التلفزيون والراديو الاسلاميين هيفوزوا. هيفوزوا يا ابني؟ ما يفوزوا. انت ايه اللي مخوفك؟ انا خايف على ايه؟ حسره. انا مش فاهم. طيب انا خايف عليك انت. انت راجل تاجر وليك فلوسك وتجارتك اللي في السوق، صح ولا لا؟ بقول لك ايه، انا مش عايزك تعمل زي البنت هايدي وتشغلوا لي القلاقه في الفاضيه والمليانه. العمليه مش ناقصه. هو ده كلام انا يا مهندس؟ ده كلام الناس كلها. بيقول لك لو مسكوا هيفرقوا في المعامله ما بيننا ومش عارف هيعملوا فينا ايه وحوارات. انت هتصدعني بقى. قوم يلا قوم عندك يا سيدي. حقك عليا. ايه يا مسعد، معاك مع المهندس ليه؟ صدقني ابدا يا كذاب. انت عارف لسه كان بيقول لي ايه؟ لو الاسلاميين مسكوا هيمرمطونا ويشردونا ويدبحونا وكلام خايب بقى، حاجه تقرف. لا في دي عنده حق. شفت؟ عم ياسين قال لك. وانتوا تلحقوا تعملوا حاجه؟ احنا هنخلص عليكم من اول يوم. هتصحوا الصبح ما تلاقوش نفسكم. امان عليك يا ياسين، لو انا جيت من نصيبك خليك حنين. اتاخرت يا حبيبي محجوز والله. واخد ام شنوده والواد ابنها والواد مين اللي على اول الشارع. يعني هعمل ايه؟ بس اقول لك، انا هشوف لك سكينه برضو معايا زياده. كبه كتر خيرك. ماشي يا عم ياسين. ماشي امشي كتمشي في ركبك واعمل لي شاي. انا انت بقى لك سكينه تلمى معايا. شفت الخيبه اللي احنا فيها يا ياسين؟ خيبه بالويبه والله. بس اقول لك، يمكن يكون في المصلحه محدش عارف. مصلحه ازاي يعني يا ياسين؟ ما هو اي جرح عشان ينضف لازم تطلع الصديد اللي جواه علشان يقفل على النظافه. اللي بيحصل بقى معانا دلوقتي صديد ووساخه سنين طويله عشناها يا فؤاد. يا رب يطلع كلامك مظبوط، مستريح من الغم. يا رب. خدش الدنيا في السخط.